مساء الخير، صرنا على أعتاب السنة الجديدة، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب. وهي آخر حلقة لهي السنة من استوديو، إن شاء الله السنة الجاية بتكون بتحمل الأمل والسعادة والفرح وراحة البال لكل الأشخاص يلي عم بيتابعونا. حلقتنا أكيد مميزة وفيها الكثير من الأخبار وضيفة مميزة رح نعرفهم بعد شوي. مساء الخير عن جديد. من بعد غياب عن الإعلام وعن الساحة الفنية لفترة صغيرة بسبب الظروف الراهنة، بترجع نانسي زعبلاوي لتمارس نشاطها الفني، واليوم وضمن جلسة تصوير خاصة بالكريسماس كان لنا لقاء خاص وحصري معه، عرفنا يعني من خلاله شو جديدة على الساحة الفنية، ويا ترى مين بينافسها اليوم على لقب صوت الشام يلي أطلقوا عليها جمهورها خلال حفلة السابق بدار الأوبرا ويلي كان عنوانه ليلة نانسي زعبلاوي. تفاصيل أكثر رح نعرفها بهذا اللقاء. بكل أمانة بكل تواضع ما بحس إنه في حدا بينافسني، بس نقطة يعني عن جد ما بحس. قلي القمر غني بصوت الشام. اليوم الجمهور أو خليني أقول لك الناس اللي بتحبك لما بيلقبوك بلقب فهو بيلقبوك بالشي اللي بيشوفوك فيه، اللي هن بيحبوا يشوفوك فيه. فلما أطلق لقب صوت الشام أنا يعني صراحة كتير تبنيته وكتير حبيته لسبب كتير بسيط. أنا وهو مرتبطين بالشام، أنا بنت الشام، فيعني لما يعني أكيد فخر بيكون لإلي لما أنا بحمل لقب صوت الشام. بتمنى ضلني حاملة هالمسؤولية وكون أدى أكيد، لأنه وبدي كتير أقول يعني كتير ممنونة من قلبي لكل اللي بيحبوني اللي فكروا يقولوا لي صوت الشام. عقرب بصدري يلسعني يا ويلي وشلون ينام الملسوعي، ويا بني خد الأسمار وما حدا يموت الجوع، قتل عيونه قتل. هاي الليلة أعتقد أنه ليلة لا تنسى، يعني هاي الليلة كانت بتشبهني بكل تفاصيلها. أعتقد أحد أسباب نجاحها هو أنها بتشبهني. بداية من وقت ما كنا عم نحضر لها من قبل 3 شهور تقريباً، كل التحضيرات بكل تفاصيلها من الإطلالة للتفاصيل الفنية لتفاصيل المسرح ووقفتي على المسرح ووجود الفرقة الموسيقية، شكل المسرح مع الإضاءة، بصراحة كله كان بيشبهني. واسمها ليلة نانسي زعبلاوي، فبعتقد هذا سبب كتير كبير من أسباب نجاحها لهيدي الحفلة. يعني اليوم هذا الفوتوشوت صراحة حسيت هيك لازم بهالوقت، صرنا هيك يعني الناس لهم علينا حق اليوم بعد هالظروف السيئة اللي مرينا فيها، إنه شوي نحسسهم بجرعة أمل، نعطيهم جرعة تفاؤل بعيد المحبة بعيد السلام. عيد الميلاد هو يعني هو عيد المحبة، فلازم إنه نحسسهم بالعيد، لازم نكون نحن نقطة الأمل نقطة الفرح لحتى هيك يقدروا يحسوا بأجواء العيد. غياس اليوم الإنسان الطبيعي لازم يهتم بهي التفاصيل ويكون أقرب للموضة، أقرب للشيء اللي خليني لك ترند اليوم. فكيف الفنان اللي هو أوريدي تحت الضوء، فلازم يكون متابع، لازم يكون هيك يعني دائما جاهز نفسيا، دائما محضر حاله لشو بيلبق لي، شو بيكون حلو، شو الشيء اللي هلا هو ترند. واحد اثنين، نحن دائما عندنا مسؤوليه كبيره هي اسمها الناس اللي بتحبني. نحن دائما عندنا هذا الهاجس انه انا الناس اللي بيحبوني لازم يشوفوني مثل ما بيحبوا يشوفوني، فانا دائما بحاول اكون نانسي بحله الترند. ليك غياس، لأقول لك شغلة، الإنسان بعموماً أو خليني أقول لك السيدة أكثر من الرجل، اليوم دائماً لما بيكون عندك الطاقة والشغف اللي قادرين يخلوك مكفي وتمشي على طريقك وتتطور وتقدم وتكون عم تمشي خطوات وعم تطلع سلالم، أعتقد بهي المرحلة بصير العمر رقم.
يعني ما بقى كثير بيعني، لانه انت مع العلم انه نحن بنفس هاي المرحله بنضل عم نتعلم، بنضل عم نسال، بنضل عم نستفسر، بنضل عم نشوف وعم نتبحر وعم نبحث لحتى نتقدم لقدام ونمشي الخطوات. بس اكيد اللي دائما بيسندنا هو شغفنا، هو طاقتنا الكبيره للنجاحات وللعمل. اليوم في شكرا كثير كبيره لفؤاد خوري المصمم السوري يلي بنرفع راسنا فيه اكيد. شكرا لكل شيء اليوم عمله معي. الصوت بعتقد يعني بتحكي عن حاله بجمالها. انا كثير اغرمت فيها، الفستان اللي بدي البسه بعد شوي صراحه شغل فيني اقول لك خرافي، ما بعرف هالكلمه قد ايه بتعبر عن جماليه القطاع. التعاون، السلاسة بالعمل، الحمد لله أنا اليوم محاطة بمحبة هدول الناس اللي هن السبب الأساسي لحتى نكون حلوين على الشاشة. أنا دائماً بقول لهم دائماً في أشخاص كتير عم تتعب ورا هي الإطلالة، فأنتوا دائماً من حقهم علينا أنه دائماً على الأقل نقول مرسي كبيرة، مرسي للتعاون، مرسي للسلاسة، مرسي للذوق، للإحترام. أكيد هو نقاط قوة، نقاط إصرار، تصميم على المشي يعني لقدام. خليني أقول لك دائما كون متقدمة، ما أرجع لورا، كل شيء مضى مضى، واللي جاي هو يلي حياخذ من وقتي ومن تعبي ومن جهدي. شكلت عندي هذا الشيء، بس كل التعب وكل الإرهاق وكل المعاناة اللي أنتم بتعرفوها هي كلها بالنسبة لي هي نقاط قوة. طب خلينا نسمع شيء يورجينا قوة نانسي. نسمعك مثلا يمكن كلمة بحبك كانت صعبة علي، وأنا نفسي أقولها لك، لكن كلمة هسيبك أصعب منها كتير، وديني بقولها أنا بتعب قوي وأنا ببعد، بس ده لازم يحصل زي حلاوة روح. كنت حياتي وروحي، بس أنا مش هستغرب حتى الروح بتروح. لا شك أنا بالنهاية مغنية، ومطلوب اني انا اقول جميع الانماط الغنائيه طبعا اذا كانت تناسب صوتي. بنفس الوقت كمان لازم نعمل شيء، ما راح اقول لك نرضي الجمهور لانه ما حلو التعبير، انما نحاول نكون اقرب للاذواق المختلفه. فاذا صار ونحن يعني عملنا عمل بهذا الشكل الشعبي، خليني اقول لك، فاكيد راح احاول قدر الامكان اقربه لعند نانسي زعبلاوي لحتى اقدر اقدمه بشكل انا بيرضيني، بمعنى انه بشكل اللي انا بحب شوف حالي عم اقدم حالي فيه. لو لعبت يا زهر وتبدلت لحوال، وركبت اول موجه في سكه الامواج، لروح لاول واحد احتجت له في سؤال، أخذ بخطر ساعتها ودوقني له الحال، أعمل معاه الصح أنا وأسنده لو مال حاجة. لازم نسمعك بشعر. مع ليلة نانسي زعبلاوي تزامن التخطيط لحفل كبير جدا في حلب، وبعده حيكون كان في حفل باللاذقية، وكان في كثير سينجلز يعني بدها تنزل وكنا عم نحضرهم. بس الصراحة الظرف العام دائما بيسيطر علينا، نحن اليوم عايشين بأجواء مو دائما يعني مرتاحين وبنقدر انه نعمل يلي نحن بمخططنا، لأنه اليوم مثل ما بتعرف نحن بنخطط تقريبا للسنة لقدام، يعني أنا ما بكون عم خطط لشهر واثنين، فاليوم الظروف ما بتسمح. وأنا كثير بيهمني اليوم الناس نفسيا تكون جاهزة تسمع، يعني اليوم بعتقد الشعب عنده شيء أهم من إنه يسمع غنية بصراحة. فبحس إنه أنا إذا جمهوري ما له مستعد نفسيا يسمعني وينبسط باللي أنا عم أقدمه، أنا ما رح أكون مرتاحة لأقدم. اليوم في عمل مع شركة لكن ما تم الإعلان عنه، وين صار هذا العمل؟
تكنسل، مو ما تم الإعلان عنه، يعني هو التغى صراحة. شوف لما دائما بيكون العمل ما بيشبهني، كلمة بيشبهني كثير بكررها، يمكن بيقولوا انه ضلت تقول بيشبهني بيشبهني، لا ما انا بحس انه لانه في بصمة في شخصية. حكينا بعمل كنا بلشنا نحضر لتنفيذه، ما وصلنا لنقطة مشتركة بيناتنا، لأنه ما حسيت حالي إن هي الطريقة اللي أنا بحب أقدم فيها نانسي للناس اللي بيحبوا نانسي، فبعتقد حسيت أفضل بإني إلغي العمل. في كتير شغلات حلوة على الطريق، بس برجع بقولك ماني حابة كتير يعني أحكي تفاصيل، دائماً بقولك غياس ما بدي أحكي لك تفاصيل، لربما ننحط بموقف مثل اليوم عم تقولي في كتير شغلات حكيتي عنها وما تنفذت. إيه صحيح، نحن بنحضر لسنة وأكتر، مو شرط أوقات الخطط بتتبدل، مو بس بتنلغى، أوقات بتتبدل، وبالتالي نحن ما فينا أمام إنه في شيء على الطريق. طبعاً في أشياء كتير حلوة على الطريق، في سنجل جديدة نازلة مثلاً قريباً إن شاء الله عم نشتغل عليها، بس يعني برجع بقولك كل شيء بإيد رب العالمين. رح تكون بنمط مختلف السنجل أو لا بتشبه شيء؟ I will not tell you. جوزيف منصور من الأشخاص اللي عم نتعاون مع بعض لنعمل هذا الشيء اللي أنتوا عم بتشوفوه. كل إطلالاتي على فكرة عم تكون من توقيع جوزيف منصور بالمجوهرات. أنا بدي أشكره على ثقته، بدي أشكره على تعاونه وعلى سلاسة تعامله معنا. حملني معك كيف ما بتروح وين ما بتغيب، خدني معك مثل الصدى للصوت مثل الحزن على الموت، بدي كون معك. فنان شاب ومختلف بكل شيء بيطرحه، شارك بـ The Voice وكان رقم مختلف. دائماً كل شيء بيعمله هذا الفنان بيكون فيه إحساس عالي وبيكون فيه قصة من وراء. يزن رشيد صار معنا عبر الاتصال لنطمن عليه ونعايده أكيد ويخبرنا عن جديده وأصداء أغنيته الجديدة. مساء الخير يزن. مساء الخيرات يا رغد. يعني إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير، ينعاد عليك وكل اللي عم يحضرونا على قناة سما. أنت بالإمارات اليوم، كنا حابين تكون معنا بالاستوديو إن شاء الله بس ترجع. ألف مبروك على أغنيتك الجديدة المميزة الوقت الحلو. كيف عم بتشوف أصداء الأغنية؟ الوقت الحلو هي هذا أول عمل لي. العمل هذا أخذ من وقتي كثير وتعبت عليه كثير، كان تحت إشرافي لأنه هو أول سينجل لي. حبيت من خلال الوقت الحلو أعرف ناس عن شخصية يزن يلي مش شخصيتي على شخصية صوته ليزن. أديتها بإحساس عالي، صحيح أكلت معي وقت وجهد كتير. طبعاً أنا كما سبق قلت لك أنا كنت مشرف بكل الديتيلز تبعوا الأغنية، حتى كان في تعاون بيني وبين الملحن الدكتور حسان زيود. حلو. الشاعرة الكبيرة كمان عبير أبو إسماعيل كتبت يعني بإحساس فظيع. الأغنية هي انشغلت، أنا سبق وحكيت إنه انشغلت بأيادي سورية من كاتب إلى ملحن إلى موزع. نعم. بالصراحة هو العمل صار يعني عن طريق الواتساب. عن جد؟ عن جد. أنا كنت مشرف عليه بس عن طريق الواتساب. هو الدكتور حسان ملحن كان موجود بأمريكا. كان تنسيق بيني وبينه بالنسبة للعمل. الشاعرة موجودة بألمانيا. التوزيع حلو. كان بلبنان، كان لعلي رقية، التوزيع كان بلبنان. نزلت صوتي كمان لما كنت في الشام، نزلته في استوديو هشام بندقي وكان الماسترين كمان بنفس الاستوديو. والحمد لله رب العالمين، يعني لقى كثير هيك اعجاب الناس والناس حبت. حلوه الاغنيه كثير يزن، يعني اليوم العالم عم تاخذ شهاداتها اونلاين اذا بدك، فما بالك اغنيه اونلاين؟ يعني انا ما استغربت بصراحه، بس الناس اكيد رح تستغرب انه كيف زبطت
من كل قطر أغنية، بس هالمرة طلعت أغنية رائعة ومميزة وفيها إحساس عالي وصل لكل العالم يلي حواليك. يمكن هي أول عمل خاص بتعمله، ويعني ليش تأخرت هالقد؟ يعني طالما أنت قدران تعمل هذا النجاح الكتير كبير، اليوم هي هيتس، اليوم أغلب السيارات يلي ماشية بالشام حاطة هي الأغنية، ليش طولت يا زلمة؟ هلا سبب اني طولت بهذا العمل هو انه سبق وحكيت انا بمقابلات سابقه لي انه ما كان في شركات بسوريا، شركات انتاج انها تشتغل بكواليتي عالي او بهي الاحترافيه هي. فانا كان قبل كنت موجود ببلدي الحبيب سوريا، كان شوي الظروف كان مانعتني اني بشتغل العمل بهذا الكواليتي. حلو. فانا هلا حاليا العمل هو من انتاجي الخاص. من انتاجك الخاص، يعني ما في شركه انتاج ساعدتك على القيام بهذا العمل او هي الاغنيه، انت لحالك على عاتقك الشخصي؟ ابدا ابدا، كل التكاليف كنت انا قايم فيها. العمل مثل ما قلت لك هو انا حبيته من قلبي وعطيته من قلبي، عطيته وقت وعطيته جهد وغنيت باحساس عالي لانه عن جد هذا العمل كثير يعني له غيظه وهيك يعني. حلو كثير، فينا نسمع مقطع منه؟ يعني بعرف احيانا بيكون هيك الحدا اللي بغني مانه كثير جاهز ليأدي شيء، ولكن هيك جزء بسيط. الغمرة اللي كانت توسع كل ما الدنيا عم توجعك، دقت عليك وكل شي فيك عم ينطر وعم تنماك، قولوا للي تبدلوا ما بيرجع الوقت الحلو، من اللي بإحبابه ما بيبقى غيرك الله معك. يسلم هالصوت يزن، يعني كثير حلوه الغنيه، كلماتها حلوه، الحانها حلوه، وكل شيء يمكن قدمته بهي الفتره من انتاجك الخاص مثل ما حكيت. هل اليوم الفنان السوري عم بيعاني من شركات الانتاج بدعمه ودعم موهبته، ويعني انتاج مسلسلات ان كان او اغنيات حلوه؟ اليوم عم نفتقد لهذا النوع من الاغاني والمسلسلات القويه، هل نحن بحاجه يعني شركات انتاج قويه؟ اكيد الايد، نحن بحاجه لنكون جروب، يعني نحن اليوم العمل لما بيكون عم يشتغله شخص واحد غير لما تكون عم تشتغله مجموعه عم تتابع كل الديتيلز وعم تتابع كل شيء بالعمل. فنحن اليوم يعني اكيد بحاجه لشركه، والشركه هي عباره عن مجموعه، في كل حدا له دور، كل حدا له مهمته. فأكيد العمل بيبقى لما بيكون مع شركة بيبقى متكامل، بيبقى بيكون بيتقدم بطريقة احترافية أكثر، يعني إذا صح القول. فنحن أكيد بنتمنى إنه يكون في عنا شركات إنتاج مثل ما كانت قبل موجودة، كان في شركات كثير كبيرة، بس للأسف يعني بآخر فترة ما عاد في شركات تقدم أو عم تدعم الفنان. عم بحكي على الصعيد الموسيقى، خلينا نقول الموسيقى طبعا. موضوع الدراما هذا موضوع آخر 100%. عم نحكي نحن موسيقى، أنا سبق وغنيت شارة مسلسل وردة شامية. هيدي الشارة يعني كمان بتعني لي كثير، مع يعني تعاون مع الملحن رضوان مصري و هاني طيفور، كمان موجود لهم تحيه. اكيد انا كنت موجود يعني بالدراما السوريه كمان، حتى بعمل ثاني اسمه حريم الشاويش مسلسل كمان شارته كانت غنائي. اكيد بتمنى كمان بالايام القادمه يكون يعني نحن نحن اليوم فنانين بتمنى نوصل رساله، هي رساله فن ورساله محبه وسلام، ونرفع اسم بلدنا وين ما كنا موجودين. يعني نحن هذا الفن السوري، بنعرف عن سوريا ونعرف عن بلدنا الحلوة، أكيد بنعرف عن الشام وعن حلب وعن البلادية وعن هاي المناطق، كل حدا بيعرف عن
عن بلده بفن. فأنا بتعرف عن سوريا بفني بصوتي بموسيقى. فالوقت الحلو هو مثل ما قلت لك هو عمل سوري، وأكيد بتشرف بتعاوني مع كل الكاست اللي كان معي بهذا العمل. حلو. وكمان وهيك يعني. ألف مبروك يزن، عن جد أغنية رائعة. شو بدك تغني لنا هيك بختام هذا يمكن اللقاء يلي يعني هيك عرفنا فيه معلومات عنك، سلمنا عليك، طمنا عليك، شو حابب تغني لنا؟ ألو، ما سمعت. عم أقول لك بدنا تغني لنا هيك شيء بسيط قبل ما نختم معك. بدك طيب تتر مسلسل مثلا؟ تتر مسلسل وردة شامية. يلا. ياخذ التيون لما الغدر بين الزهر اصواته بتعدى، شو بيبقى منك يا ورد غير شوك يوجعنا؟ ورد الشام لتجرحه عزرار تتجنى، وتداوي جرحك بالوجع بالكره تتغنى. يا روح سير من السامع غيمي وتمطاري، خلي بقى يشفى الوجع عجروحك تكبري. يسلم هالصوت يزن، يعني كثير انبسطت بالدردشه معك، وبتمنى بالمرات القادمه تكون معنا. والف مبروك اغنيتك، وان شاء الله سنه حلوه لك ولاهلك ولاحبابك ولكل فانزاتك والناس يلي بتحبك. رح اتركك تختم هيك برساله للجمهور يلي بحبك وناطرك دائما. شكرا لك ولقناه سما على هالاتصال اللطيف. انا بدي عايد اهلي اكيد، وبدي عايد كل المتابعين وكل حدا حب الاغنيه وهذا العمل، بدي عايد اكيد بلدي سوريا. ان شاء الله يا رب هيك السنه اللي جاي بتكون سوريا احلى واحلى مثل ما تعودنا عليها. امين يا رب. وكل سنه وانتم سالمين، وان شاء الله بينعاد عليكم بالصحه والمحبه والسلام. آمين يا رب. يزن نحن دائما بانتظار جديدك، يعني لا تحرمنا من أغانيك الحلوة وطلاتك الحلوة، وأكيد يعني أخبارك اللي دائما مننطرها منشوفك أكيد عنا بالاستوديو بمرات قادمة. كل عام وأنت بألف خير يا رب. إن شاء الله رغد وأنت بخير. Thank you. أهلا وسهلا. مساء الخير عن جديد. دفع شغفه وحبه للغناء لدراسة الغناء بعد ما أنهت دراستها الجامعية بالأدب الإنجليزي، ولأنها كبرت وهي عم تسمع الألحان وصوت والدتها الجميل يلي كان معبي البيت، ولاكتسابها خامة صوت جميلة التحقت بكورال جوءة الوادي لتنتقل بعدها لأصدار أغانيها الخاصة، وكمان تميزت بتجديدها لبعض أغاني محمد عبد الوهاب وغيره من نجوم الزمن الجميل. ضيفتنا تملك صوت نقي حنون وراقي، التزمت باللهجة السورية لشدة تعلقها ومحبتها إلها. ضيفتنا صاحبة صوت رنان. خلونا سوا نستقبل ميرنا ملوحي ونقول لك كل سنة وانت سالمة يا رب. كل سنة انت سالمة يا رغد، ونعاد على الجميع بالخير والصحة يا رب. آمين يا رب. إن شاء الله كل عام وأنت بخير، أنت بخير. وأهلك وأحبابك. خلينا نبلش بالبدايات، من وقت بلشتي ورجعتي على الشام ويعني بلشت مسيرتك الفنية، احكي لنا. أنا كثير بحب البدايات بصراحة وبحب أسمع هاي القصص. ب 2012 كان عز الحرب صح بالبلد، كيف كانت البداية؟ خبرينا. ما هو السبب أني أنا طلعت على الشام أساساً أنه أنا كنت بحمص، فطلعت على الشام لانه اساسا بحمص ما عاد فيني ابقى يعني. فطلعت على الشام وانا بالاساس بحب الشام كثير يعني، فاستغليت الفرصه اني انا بالشام وما في شغل وهيك يعني. انا كنت بشتغل ببنك قبل ما بلش احترف الغناء، فلقيت انه انا شغفي بالموسيقى لاني ما درستها، انه هلا لازم اعمل دروس خاصه بالموسيقى وبلش، لانه هي هذا حلمي من انا وصغيره. وبلشت دراسه الموسيقى بالاخر 2012 2013 بدايتها.
حلو كثير على فكره يعني انه الواحد يضل ملاحق احلامه لاخر دقيقه، يعني هذا الشيء انا كثير بقدره وبحترمه باي شخص. فانت غلبك حبك للموسيقى لحتى رجعتي درستيها اكاديميا من اول وجديد صح. وبلشتي فيها واليوم وصلتي لهي المرحله. اليوم ميرنا في اغاني عم بتكون خفيفه، لا فيها كلام، لا فيها موسيقى، لا فيها اداء رهيب، عم تعمل هيتات كبيره وعم تنتشر وعم توصل للمئات الملايين بالمشاهدات، وشفنا حتى اليوتيوب باخر فتره صنف اكثر الاغاني مشاهده على المستوى العربي، كانت من هذا النمط للاسف من صح. يعني هي حلوه بس ما بتحمل قيمه موسيقيه، ليش ما شفناكي بولا عمل من هي الاعمال لحد هلا؟ ما هي المشكله قناعات، يعني انا يمكن لانه تربيتي من انا وصغيره هي الاغاني الطربيه، يعني بسمع ماما بتسمع لأم كلثوم، لفيروز مع حفظ الألقاب طبعاً، يعني بتسمع كتير لفريد الأطرش وأسمهان، فأنا يعني تربيتي بالبيت عم بسمع هدول الأغاني. كيف بدي أتقبل هدول؟ إيه فما ما فيني أتقبلهم، ماني بتمرن يعني ماني بتعود إني غني هيك أغاني، يعني ولا مرة حسيت حالي عم غني أغنية خفيفة أو شعبية، ممكن بسمعها وبنبسط فيها إذا بحفلة. بس انا ما بتخيل حالي انني انا عم غنيها بس هيك يعني هي اليوم هي الاغاني ما لها بحاجه صوت، صارت كلها اوتو تيون اذا بدك، وكلها يعني في حدا مثل عم يحكي راب خلينا نقول او عم يحكي قصه عم يقدر يوصل لشريحه كثير كبيره من الاشخاص صح. مع انه نحن يعني جيل اليوم خلينا نقول في عندنا ناس لهلا بتفيق الصبح بتسمع فيروز وبالليل بتسمع ام كلثوم، شو سر حب الناس لهذا النمط من الاغاني؟ ليش الناس بعدها متعلقه فيه؟ لانه كان في كلمه حلوه وفي لحن حلو، يعني كانت الاغاني فيها رقي. هلا ممكن الاغاني رايحه للعالم لانه اساسا نحن عصر السرعه، بتلاقي العالم ما لها خلق تسمع. كانت قبل الست ام كلثوم بتعمل حفله اغنيه واحده او اغنيتين، حفلتها هي كامله كانت اغنيه واحده والعالم صحيح. تقعد تسمعها. هلا انت اذا بتسمعي اغنيه يمكن ساعه يمكن بتملي. هي كان في نكته بيقولوا انه هي بتدق للفرقه الموسيقيه بتقول لهم شغلوا الانترو انا جايه لعندكم، وبتجي بعد 45 دقيقه بيكونوا بس عم يعزفوا المقدمه. موسيقى طبعا. بتسمعي شعر، بتسمعي كلام ثقيل. قبل هلا ما عاد في لا قصه ولا شيء، في لحن معين حتى مكرر بغالب الاحيان، والفنانين بذات نفسهم عم بيكرروا حالهم صح. اليوم ميرنا مو اي حدا بيقدر يوقف على دار الاوبرا على المسرح ويؤدي بهي الحرفية العالية، احكي لنا عن آخر حفلة واحكي لنا عن شعورك وقت تكوني على مسرح، يعني تنتمي لهذا المكان، بتحسي شو بتحسي وانت عم تقدمي لجمهور سوري بحت، وجمهور اللي بيروح على دار الأوبرا هو جمهور سميع ما له جمهور بيسمع هدول الأغاني اللي كنا عم نحكي عنهم قبل شوي. هلا هي الحفلة اجت بعد 5 سنين انقطاع عن دار الأوبرا، فأنا كان بالنسبة لي هي الحفلة يعني وقت يعني قدمت عليها وتوافق على الحفل، هو كان حفل سوري بامتياز كله سوري، فكان التحضير مضاعف لانه انا ماني متعوده اغني بحفلاتي غير معظم الاغاني بغنيهم وبالاغلبيه هي مصريه او شوي لبناني اللي هي ست فيروز، قليل ما غني سوري ببرنامجي بدار الاوبرا او بحفلاتي، فحبيت يكون برنامجي ورجوعي بحفل بدار الاوبرا حبيت هيك يعني تكريم للاغاني السوري، في اغاني سوريه كثير حلوه عندنا صحيح. اي فالحفله كانت في لها تحضيرات كثير كبيره، انا ضليت تقريبا شي شهر ونص او شهرين عم حضر لها لانه الاغاني تقريبا اغلبها هي جديده علي كغناء، بس رهبه المسرح ما في احلى من دار الاوبرا، يعني بضل في هي الرهبه والخوف طبعاً. انا بحس دائما بيقولوا انه قد ما يعني الفنان كبر وقد ما وصل لشريحه كبيره من الناس، اكبر الفنانين بالعالم لما بيوقفوا على مسرح قدام جمهور بيحسوا بهي الرهبه، بتضل موجوده؟ موجوده، انا حتى باللقاءات اللي اخذوها مني بالكواليس قبل الحفله صوتي عم يرجف، يعني اللي حضروا الريبورتاجات اللي فيها صوتي عم يرجف وعم يقطع، فانا فعلا كنت متوتره، وحتى اول اغنيه كان النفس تبعي شوي كان مبين للعالم، وحتى لما شكرت الناس قبل الاخير من الحفله كمان كنت عم بشكرهم وصوتي يعني والرهبه مستمره مستمره. أيه سبحان الله، هي القصه بتضل معنا يمكن صح. شو بدك تسمعينا؟ شيء يعني سوري بامتياز، يعني فينا لاسمهان مثلا لفريد؟ لا سوري، فيني اغنيتي انا سوريه، فيني حلو اغنيتي تفضل. هي الاغنيه كلام رامي كوسا ولحن جابي صهيوني. انساك ما في صعب الجفا علي،
انت صرت مثل الدمع ساكن بعيني مهما البعد قساك رح ضل استناك بدي اللي باقي من العمر عيشه أنا وياك يا الله دخلك شو بني عم تصغر بعين الدني كل لحظة غيابك أنا عم حس شي ميت سنة عم حس شي ميت سنة. يعني يسلم هالصوت الحلو عن جد صوتك شكرا. رائع وجميل ومميز. أكيد في قصص ثانية رح نشوفها هلأ بعد الفاصل وحوار شيق خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل وأكيد في أخبار كثيرة بدنا نعرفها من الفنانة والضيفة يلي معنا ميرنا ملوحي. سعد مساكي عن جديد. ومساكي عن جديد. يعني ختمنا قبل شوي هيك جزء من الحلقة بصوتك الجميل وبأغنية أنت مقدمتيها. أنت بتحبي النمط الملتزم من الأغاني اللي فيه له معنى، له قصة، له ميوزك معينة، حدا كاتبه مهم، حدا ملحنه مهم، حدا موزعه مهم. ما تطرقتي ابدا لنوع الاغاني الخفيفه. قديش صعب اليوم الفنان لما يكون عم بيغني فن ملتزم انه يوصل لشريحه اكبر من الناس؟ كثير صعب. انا بعرف كل اللي بيغنوا ملتزم اكيد بيعرفوا هذا الحكي. يعني حتى النجوم بتلاقي لانه اساسا عندهم تاريخ بتلاقي كمان الاغنيه الملتزمه شوي الى ظروفها. يعني بتلاقي انه لازم تكون الاغنيه واو لحتى تنجح اذا اغنيه ملتزمه. يعني فبعرف نحن كلنا بنعرف انه الاغنيه الخفيفه هي الموجوده اكثر شيء. صحيح. بس نحن دائما بنقول على امل، يعني على امل الذائقه شوي تتغير ونرجع للاصل. يعني الاغاني الحلوه الكلمه الحلوه واللحن الحلو تماما. هلا ما رح نقدر نغني طربي اكيد ما بتوقع رح يرجع العالم تسمع. ليش طيب؟ ليش ما عم ليش العالم اليوم ما لا قدرانه ترجع تسمع طربي؟ او ليش ما عاد حدا قدران يقدم هي الاغنيه اللي يعني اللي فيها هذا الكلام وهذا اللحن الكبير؟ ليش ما في هيك ملحنين وكتاب اليوم؟ العصر اللي عايشين فيه هلا ما بتحسي كل شيء هيك بدهم بس يشوفوا اشياء جديده، بدهم يسمعوا اشياء ما بقى فيهم يمشوا على الريتم البطيء. يعني بدهم كل شيء سريع يعني هيك. صحيح بتحسي. صحيح 100%. قلتي كمان انه انت بتختاري نوع معين من الاغاني يلي بترضيكي لإلك ومن ثم بترضي الجمهور. في كثير ناس بتقول لا انا بدي امشي مع السوق، شو موجود بالسوق، شو بيرضي العالم انا بطرحه. حتى على فكره هذا الشيء بينطبق على كل شيء بالحياه، يعني على حتى التجار بيقولوا لك نفس الكلمه انه انا لا والله بدي اجيب اللي بالسوق. وفي عالم بيكون عنده لمسه فنيه بتقول لك انا رح اجيب قناعتي واللي بحب اهلا وسهلا. فانت اليوم بتهتمي بما يرضيك اولا بعدين ما يرضي الجمهور، ولا عندك قناعه انه انت متشرب الفن فهن اكيد رح يقدروا هذا النوع من الفن؟ انا بحس انه الاغنيه اذا انا مغنيتها وبحب رح توصل للناس. يعني انا اذا مغني يمكن اغنيه سريعه وماني حاسه فيها يمكن رح توصل للعالم. هلا انا ما عندي مشكله غني اغنيه فيها ايقاع اذا أوكي. كانت راقيه ابدا ما عندي مشكله، ممكن اعملها باي لحظه هي الاغنيه، بس اكيد ما رح بعد عن الخط تبعي. يعني الكلمه الحلوه الهادفه اللحن الحلو هي دول مسلمات يعني بالنسبه لي. طيب سمعتي اكيد اغاني اللي فيها كلمات بذيئه او كلمات شتم او كلمات يعني دون المستوى خلينا نقول وانتشرت، هل انت مع هذا النمط من الغناء؟ يعني هل انت بتقولي انه اوكي الى وقتها الخاص بالحفله بعيد الميلاد بوات ايفر؟ لا ما له وقتها الخاص. هلا احنا ما عم نحكي على الشعبي الخفيف، لا احنا عم نحكي الاغاني اللي فيها كلام ما تماما. لا طبعا ماني معه ابدا، لا وقته ولا لا يمكن يكون وقته قبل ولا بعد ولا باي وقت ولا باي لحظه ولا فيني اسمعه. لا أنا معك. يعني اكيد لا معك 100% بهذا الشيء. يعني انا كمان هدول الاغاني بحسهم هن اساءه للفن. طبعا اساءه للجيل الاولاد اللي عم يسمعوا هاي الاغاني. انت بتخجلي بس تسمعي الاغنيه طلعت بالغلط وفي ولد معك بالسياره او بالبيت او شيء مو ظابطه ابدا. ابدا. يعني كل فترة بتنزلي أغنية بتاخذ معك وقت لحتى
تطلقيها، فأنت عم تمشي بخطوات مدروسة. كيف بتقري النص؟ كيف بتحسي إنه هاي الغنية لميرنا؟ أنا هلأ بدي أغني هاي الأغنية، كيف بتحسي إنه هذا اللحن قدر يلمسك من جوا لحتى تأديه؟ هلأ أنا إجمالاً أنا يعني إذا ما حسيت بالأغنية من أول مرة، يعني ممكن بيقولوا لي اسمعي أكثر من مرة، أنا يعني سمعاني كثير أغاني، يعني إذا بدي أقول لك سمعاني شي 100 أغنية لهلا. بس رافضتيهم كلهم خلينا نقول. إيه وأغلبه يعني أغلبه هلا اللي تقدم لي مؤخراً هو أغاني مصرية، بس أنا ممكن غني أغنية مصرية وفي فكرة هيك، بس بدها تكون يعني تشبهك بتشبهني. إيه أكيد. فكتير بتطول لأختار يعني كتير بتطول. إيه طيب شو الغنية ميرنا يلي أنت سمعتيها خلينا نقول وحسيتي يا ريتها لإلي، حسيتي بدي اسرقها هي إلي؟ في كتير أغاني، مثلاً أغنية وأنا عملتها كفر أساساً، هي أغنية مثلاً لأنغام يا ريتك فهمني. أغاني شيرين أغلبهم بتمنى يكونوا إلي، في كتير أغاني بتمنى يكونوا إلي لأنه نمط شيرين أو مروان خوري كتير بيستاويني هذا النمط. فأيب يعني أي أغنية من أغانيهم أنا بحس ستايلي، فبحب أن يكونوا. فينا نسمع شيء منهم؟ هلأ ماني كتير محضرة هيك أغاني، فينا نسمع شيء تاني إذا يلا بدك. اللي بدك نحن معك. أنا بميل للأغاني بس كون بحفلاتي أو هيك للكفر أوكي بنقي أغاني أو لأغاني بنقي أغاني بس حفلات. لما بتكوني بدك بس لما أكون بدي أدي أو بمسرح بحب أفضل الأغاني الطربية. يلا أوكي نغني شيء لسعاد محمد بقى عايز تنساني. أوكي بقى عايز تنساني وتزود حرماني، بقى عايز تنساني وتزود حرماني، طب انسى وانا حنسى، طب انسى وانا حنسى، انا مش هرجع لك تاني، أنا مش هرجع لك تاني. الله على الصوت الحلو. يعني ميرنا اليوم الفنان السوري عم بيواجه تحديات كتير كبيرة بسبب الواقع الاقتصادي وبسبب قلة شركات الإنتاج. كنا هلأ عم نحكي أنا ويزن رشيد كمان قبل ما استضيفك كان عم بينوه على نفس القصة. فشو الصعوبات اللي اليوم عم بتواجهوها كفنانين سوريين على الساحة الفنية العربية والسورية؟ أول شيء اللي هو دائماً أنا بحكي في موضوع الإنتاج، أكيد نحن ما في عنا شركات إنتاج بسوريا، ما في يعني من زمان، يعني حتى من قبل الأزمة يعني ما في شركات إنتاج، في للدراما بس ما في للغناء يعني. فهي شركة الإنتاج وإدارة الأعمال الصح ما في عنا إدارة أعمال، يعني ما في عندك مثلاً مدير أعمال يقول أنا بدي أمسك الأعمال هذا المطرب يعني كأغاني كحفلات، يعني مدير أعمال إدارة أعمال ما في عنا إدارة صح. فهدول كتير مهمين، بالإضافة لموضوع السوشيال ميديا اللي نحن مسكرين، نحن مسكرين على العالم يعني. يعني إيش بدك تعملي أنت لأنك بسوريا اللوكيشن تبعنا بلوكت يعني. إيه فهذا كله بيلعب دور. كيفك مع السوشيال ميديا صحيح؟ هلا أوقات بكون أكتف أوقات لا، يعني أوقات بكون نشيطة يعني، بس أنا بالمجمل أنا بعتبر حالي نشيطة بالموجود يعني. أنا في كتير مواقع أنا مثلا بعصب عندي تيك توك هلا بنزل فيه قليل، انا ما بنزل تبعه وما بطلع لايف ولا هيك يعني، انا ممكن نزل اغنيه بس بتفتحي بتضلي ساعه لتقدري تفتحي التيك توك لتنزلي اغنيه، فبدي اخلي بطلع تشيلي السم من الموبايل وتفتحي من هو يقول انا حاطه على موبايل ما في سم يعني. وفي بي ان كثير شغلات يعني اليوم بطل. في ناس عم تنتشر على السوشيال ميديا ان كان بلوجرز مؤثرين او حتى مغنيين اليوم عم يسجلوا مقاطع ريلز صوتيه هي 30 ثانيه دقيقه ونص دقيقه مثلا صح. ما خطر لك تعملي هيك شيء على السوشيال ميديا على الانستغرام مثلا على تيك توك انه تكوني اكتف اكثر لانه نحن بعصر السرعه مثل صح. ما حكيتي قبل شوي بيخطر لك هيك افكار؟ بحب كثير بس بحب حدا يوجهني شو اعمل يعني. انا لحالي ما عندي افكار. هي فكرة إدارة الأعمال تماماً. على الفكرة اللي كنت عم تحكي فيها يمكن حتى الفيديوهات يعني مثلاً واحد طلع مثلاً عنده حفلة أو عنده تحضير لبرنامج فبتلاقي حدا معه عم يضبط له لو هيك يعني برومو صغير للحلقة قبل بينزلوها ريلز،
ضروري يكون حدا مع يعني مدير الاعمال او اي حدا يرافق يكون ماسك السوشيال ميديا تبع الفنان. طبعا صحيح. جددتي كثير من الاغاني القديمه وكان تحدي كثير كبير اليوم، مو اي حدا بيقدر يغني لمحمد عبد الوهاب، لنكون صريحين مع بعض، مو اي حدا بيقدر يتطرق لهذا النوع من الكفرز. ليش اخترتي النوع الاصعب بالعالم من الكفرز؟ هلا لانه بحبه، يعني انا مثلا محمد عبد الوهاب بعشق اغانيه وصوته، عرفتي؟ ومع اني انا مثلا حدا من بيعشق ورده الجزائريه، انا لهلا ما عملت لها ولا اعاده توزيع اغنيه، مع اني بحبها كثير. يعني عملت مثلا اكثر شيء لمحمد عبد الوهاب لنجاة الصغيره، عامله صباح مثلا، عامله من القديمين يعني، اي ومن الجدد عامله، بس انا بحب اكثر شيء الكفرات اللي بعملها. انا بتشبع يعني بالموسيقى لما بشتغلهم وبنبسط فيهم. يعني واضح جدا انه حضرتك من عائله فنيه، مثل ما هيك حكيت بالمقدمه بتسمعي بدون بالسميعه، اوكي، عائله سميعه، يعني العائله الفنيه اليوم مو ضروري يكونوا بدومين الفن طبعا. ولكن هن الناس سميعه وعندهم ذوق فني رفيع، فهذا الشيء مبين عليكي. حيكون في معنا اتصال مع الفنانه ليندا بيطار. ليندا مساء الخير. حبيبه قلبي مساء الخير، من عاد عليكم ان شاء الله كل عام وانت بالف خير يا رب، انت وعائلتك وصوتك الجميل. انا والفنانه ميرنا ملوحي معك بالاستوديو. ميرسي، من عاد عليكي ميرنا. وعليكي ليندا مساء الخير. لك اهلك مساء الخيرات. انت مالك بالوادي شكله، بس انا بالوادي اليوم. هون انا اليوم اجيت. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. على السلامه، من عاد عليكم بالف. عليك يا رب. احكي لنا ليندا، شو عم تعملي لراس السنه؟ شو في عندك قصص؟ والله انا مبدئيا مع عائلتي بالضيعه عم نحتفل، بس جاي على الشام، يعني انا بالشام مع رفقاتي راس السنه بقى، بس هيك تحضيرات بسيطه يعني، بس انه هيك مع الرفقات والاهل. قديش حلو. سمعنا ترنيمه اخيره قدمتيها بصوتك اللي كثير حلو، اللي كلنا بنحبه، ميلاد الروح، يعني اجت بوقت جدا مميز، كان فيها نزار فرانسيس وايضا الكثير من الاسماء الكبيره يلي تشاركوا بهذا العمل الرائع. ليندا احكي لنا هيك عن اصداء هي الترنيمه، وقديش هيك يعني خلينا نقول اعطيتيها من احساسك ووقتك لحتى طلعت بهذا الاتقان الكبير. اول شيء اكيد مثل ما تفضلتي بشرفني كثير اتعامل مع اسماء كبيره مثل الاستاذ نزار فرانسيس والاستاذ رواد رعد، واكيد صديق العزيز والمبدع كمان حازم جبور اللي وزع الترتيله. طبعا هي كان في الصديق رواد زينون هو سلسله الوصل مع انتاج منصه قد السما، فهيك هالعمل هيك اذا بكل مثل ما بيقولوا محبه وبكل بساطه هيك الكل تعاون، ولحتى فعلا نحكي اللي بقلبنا يعني. ودائما مو غريب على الشاعر الكبير نزار فرانسيس يحكي دائما اللي بقلبنا باحلى صوره وبابسط واحلى صوره واعمق صوره، فانا اكيد بشرفني اني تعاونت مع هالاسماء الكبيره وقدمنا هذا العمل اللي مثل ما تفضلتي انه نحن قد ما كنا عم نحاول نفرح اللي قدرانين يفرحوا، في قصه بقلبنا للشيء اللي عم بيصير حوالينا، فهي الترنيمة اجت لحتى تحكي على اللي بقلبنا يعني. انا قد ما بحب صوتها بهيك بحب اسرق منه يعني، قد ما كان انه اسمع و يعني شوف هيك نجاحاتك دائما عم هيك عم تترجم باغاني جميله، حتى لو كانت بترنيمه، حتى لو كانت بموشحات. قدمتي كثير اعمال يمكن هيك لها برستيج بالاغاني ولها بروتوكول معين، مو اي حدا بيقدر بيأديها. ليندا، شو جديدك؟ شو الشيء اللي رح تعمليه بالفتره المقبله؟ هلا ان شاء الله هو كان في البوم بلشنا اللي عم بحلم مع الاستاذ فني الكويفاتي، عملت برستيج الاغنيه الثانيه مع رواد ذكور ومالك عبجيان. الحقيقه يعني شفتي الاوضاع اللي صارت خلتنا نتاخر شوي بطرح باقي الاغاني، هلا ان شاء الله بعد راس السنه ان شاء الله بعمل السلام اول شيء، ونقدر كمان لازم نستمر ولازم نكفي شغلنا لنثبت انه نحن قادرين رغم كل الصعوبات، فان شاء الله هيك بعد راس السنه بنقدر نرجع نتابع الالبوم. هو 8 اغاني حلو كثير، وفي تعاونات كثير كثيره مع كثير اشخاص.
بالتوفيق يا رب. يعني كنا عم نحكي انا وميرنا هلا قبل ما نتصل فيكي عن الصعوبات. ميرنا كمان، ميرنا بدي بارك لها على التسجيله كمان تبعها و... حبيبتي الله يبارك فيك، مبروك وينعاد عليكي، ودائما نحن بننطر منك كل جديد وحلو. تسلمي لي يا ليندا حبيبتي. شكرا. عم بحكي كنت أنا وميرنا عن الصعوبات اللي عم تواجه الفنان السوري اليوم. شو عم بتلاقي أكتر شيء ليندا في صعوبات بالواقع الفني السوري، بالأخص بما يخص الأغاني وإنتاج الأغاني وكتابة الأغاني أو حتى تلحينها؟ شو الشيء الصعب كتير اليوم يلي عم بتعانوا منه كفنانين؟ لكي نحن مستمرين بالمحبين مثل ما بيقولوا. صحيح. في ناس بتحبك ومآمنة فيكي فهي اللي دعمتك، فنحن هذا اللي عم يخلينا نستمر. اما كل شيء دعم وكل شيء دعم سواء انتاجي، يمكن ميرنا بتعرف قد نحن بنتعذب لحتى نعمل كليب منيح لحتى نعمل، فهذا الشيء اكيد اكيد نحن بنتعذب فيه. مشان هيك عم اقول لك الالبوم حياخذ خلال السنه حتى ينزل، يعني كل شهرين والثالث لتنزل اغنيه. صح. لانه من نتاجك الخاص، بالاضافه الى دعم هالاصدقاء والمحبين والمؤمنين فيك. يعني فمثل ما بقول الدنيا ما بتخلى، ونحن ما رح نتنازل عن خطنا وعن الشيء اللي نحن راسمينه لحالنا، رح نضل متمسكين فيه ورح نضل مستمرين حتى لو ما لقينا اي دعم سواء بالانتاج سواء بالتسويق، بس منقول الحمد لله عم نوصل بالطريقه اللي نحن بنحب نوصل فيها. اكيد، والناس كثير بتحبك وناطره جديدك دائما. كل عام وانت وعائلتك و أحبائك وحتى متابعينك اللي بيحبوك وبينتروك بألف خير يا رب ليندا. إن شاء الله سنة فيها سلام ومحبة ونجاحات كثيرة يا رب على الجميع، وأنتوا بألف خير. شاركتوا الهموم، خلينا نقول ما بعرف ما عن كل اللي بيغنوا ملتزم نفس الهموم. أكيد. نفس الهموم ونفس طبعاً. المشاكل طبعاً. شو الشيء الجديد اللي هلا عم تفكري تطرحيه على الساحه الفنيه؟ لشو عم تخططي بال 2024؟ خلينا نقول هي سنه ان شاء الله تكون سنه نجاحات وسلام ومحبه، وكمان يكون فيها انجازات لك على الصعيد الفني. هلا بدايه عندي اغنيه، هلا هي كلام عم تتلحن لهيك ما رح احكي شيء عنها، هي كمان باللهجه السوريه، وفي تحضير لاغنيه بغير اللهجه السوريه على الاغلب اللبنانيه. حلو كثير. هي على السنه الجديده اذا الله راد، لساتهم عم يتحضروا يعني لسه ما في شيء واضح بس موجودين، عرفتي؟ هلا بالنسبه للحفلات كل شيء بسبب الوضع هلا نحن اساسا يعني يا تاجل يا التغى الحفلات. صحيح. فانا كان ببالي نفس البرنامج اللي تقدم بدار الاوبرا، عبالي إن أنا لازم أعمل حفلات بالمراكز الثقافية عنا، بس أنا عبالي يرجع يتقدم البرنامج السوري نفسه بعدة محافظات، وإن شاء الله هيك يصير في قبول موافقة لهذا الموضوع. كثير أكون مبسوطة وسعيدة، ونحن أكيد حنكون مبسوطين وناطرين كل جديد منك، وأكيد ناطرينك بلقاءات قادمة وإنجازات جديدة. شكراً كثير لك ميرنا، يعني أنت صوت جداً جميل بيحفر بالقلب والمشاعر، ويعني دائما هيك بنتذكرك انك الحدا اللي ضحكته على وشه، الحدا البشوش اللطيف يلي صوته دافي. ان شاء الله يا رب انجازات كثيره بالسنه الجديده، وكل عام وانت باسرتك بالف خير. نختم سوا بغنيه بصوتك، واكيد حاتركك تحكي مع جمهورك. اكيد. نحب نغني هلا؟ يلا اوكي، غني مقطع صغير لحدا بحبه كثير، ورده. حال اوكي. قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي قلبي سعيد، فرحاً فرحت قلبي تهنى، أيوة تهنى بيوم العيد، حبك خلى الكون فعنياً، أجمل عالم من حوالي، حبك خلل كن فعني، أجمل عالم من حوالي، كله جديد في جديد، كله جديد في جديد، يا حياتي يا حياتي يا حياتي.